بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هقدم لكم نص عتاب من اللغة العربية إلى أبنائها للشاعر خليل مطران. التعريف بالشاعر: ولد خليل مطران في مدينة بعلبك بلبنان عام 1871 ميلادية، وانتقل للدراسة في بيروت في المدرسة الكاثوليكية، حيث استسقى اللغة العربية من مناهلها الفياضة على أيدي أبناء أسرة خليل اليازيجي. اشترك في الكفاح الوطني من أجل الاستقلال عن الدولة العثمانية، فتعرض لغضب السلطان وفر إلى باريس عام 1900، وهناك درس الأدب الفرنسي وترجم عن الفرنسية إلى العربية، ثم هاجر إلى مصر عام 1902 وظل بها حتى توفي 1949. لقب بشاعر القطرين مصر ولبنان، وكان يكتب في التاريخ والفلسفة الأخلاقي. نيجي نشوف النص: سمعت بأذن قلبي صوت عذب له رقراق دمع مستهلي، تقول لأهلها الفصحى عدل بربكم اغترابي بين أهلي. أنا العربية المشهود فضلي، أخذ اليوم والمغمور فضلي. إذا ما القوم باللغة استخفوا، فضاعت ما مصير القوم قل لي. يحاربني الأولى جحدوا جميلي، ولم ترضعهم حرمات أصلي. وفي القرآن إعجاز تجلت، حلاي بنوره أثنى تجلي. وللعلماء والأدباء فيما نأت غايته مهدت سبلي. فيا أم اللغات عداك منا، عقوق مساءة وعقوق جهل وعقوق جهلي. لك العود الحميد فأنت شمس، ولم يحجب شعاعك غير ظلي. اللغويات: رقراق اللي هو المتلألئ، المغمور المسطور، والمراد المجحود والمنكر. استخفوا استهانوا، الأولى الذين جحدوا أنكروا وعكسها اعترفوا. ترضعهم تزجرهم وتمنعهم، أسنى أجمل وأوضح وأرفع. نأت بعدت يحجب يمنع. الشرح: هنا الشاعر بيتمثل شخصية اللغة العربية وهي تعاتب أهلها على تقصيرهم الشديد في حقها، فقد سمعت اللغة العربية صوت ذلك العذب الباكي بأذنها وأحسته بقلبها. إن اللغة العربية تعاتب أهلها وتستنكر عليهم أن جعلوها غريبة بينهم وهم أهلها. يعني هنا اللغة العربية بتستعجب إن إزاي أهلها جعلوها غريبة بينهم وهم المفروض اللي هم أهلها. إنها العربية التي شهدت الدنيا بفضلها وعظمتها ومكانتها. يعني هنا اللغة العربية بتفخر بنفسها وبتقول إن العالم كله شهد بفضلها وعظمتها ومكانتها، فكيف بقى يعني إزاي إن أهلها أنكروا هذا الفضل وهذه المكانة؟ ولو أن أهلها استهانوا بها لكان مصيرهم هو مصيرها من الضعف والتدهور. يعني لو أهلها فضلوا يستهينوا بيها كده، هيكون مصيرهم هو مصير اللغة العربية من الضعف والتدهور. إن الذين يحاربون اللغة العربية هم الذين ينكرون فضلها، ولم يمنعهم عن ذلك ماضيهم العريق وحرمات أصلها. يعني اللي بينكروا فضل اللغة العربية ما بيمنعهمش من ذلك ماضيهم العريق وحرمة أصل اللغة العربية. وإذا كان في اللغة عبقرية وإعجاز، فهو الإعجاز الذي تجلى في القرآن الكريم، وقد اتضحت حلاها في زخارفها وجمالها البلاغي كأوضح ما يكون الجمال. يعني واضح أروع وضوح. لقد كانت اللغة العربية هي السبيل القريب الواضح للعلماء والأدباء فيما استغلق عليهم في أمور العلم والأدب. يعني هنا اللغة العربية كانت سبل وطرق ممهدة وميسرة أمام كل العلماء والأدباء الذين يحبونها ويفهمونها. وهنا في الآخر الشاعر بيقول: فعفوا أم اللغات على ما بدر منا من عصيان وقطيعة، سواء كان هذا عن إساءة أو جهل. فعود حميد إليك، فأنت التي لا يستغنى عنك عربي، فأنت القوة والسمو كالشمس التي لا يخيفها شيء. وما حدث من تجاهل فضلك وإنكاره ظل زائل لا يقوى على حجب فضلك. يعني هنا الشاعر بيعترف بما أصابها من عقوق، سواء بقى عن إساءة أو جهل، ومصمم على الرجوع المحمود لها مهما طال البعاد، لأنها شمس تضيء حياتنا كلها، ولم يمنع شعاعها إلا ظل خفيف يزول سريعا. نشوف جماليات النص: سمعت بأذن قلبي، دي استعارة مكنية حيث صور القلب بإنسان له أذن تسمع ليوحي بشدة التأثر. وسر جمال الاستعارة التشخيص،
الفصحى دي كناية عن موصوف، وهي اللغة السليمة الواضحة اللي هي اللغة العربية. أخذ اليوم دي استعارة مكنية فيها تصوير للغة بإنسان له فضل للتشخيص. المشهود والمغمور ده تضاد يؤكد المعنى ويوضحه. إذا ما القوم باللغة استخفوا دي استعارة مكنية حيث صور اللغة بإنسان وسر جمالها التشخيص. تجلت حلاي دي استعارة مكنية فيها تجسيم لمحاسن اللغة بشيء مادي يظهر، وهي صورة توحي بجمال الفصحى. لك العود الحميد ده أسلوب قصر بتقديم الجار والمجرور لك على المبتدأ اللي هو العود الحميد. فأنت شمس ده تشبيه للغة بالشمس، وتوحي بفضل اللغة الواضح على العالم وسموها، وده أسلوب خبري غرضه الفخر والتعظيم. نيجي نشوف بعض الأسئلة. س1، ما العاطفة المسيطرة على الشاعر؟ العاطفة في هذه القصيدة عاطفة حب وغيرة على اللغة العربية واعتزاز وتقدير لها، وهي عاطفة صادقة. السؤال الثاني، ما سمات أسلوب الشاعر؟ رقم 1، سهولة الألفاظ وفصاحتها. رقم 2، عمق المعاني والفكر. 3، إحكام الصياغة. 4، استخدام لغة الحوار. 5، قلة المحسنات. 6، جمال التصوير والاعتماد على التشخيص. وبكده يكون الدرس خلص. مع نفهم نتعلم ببساطة.